وزارة الخارجية تؤكد أن النهوض بالقارة السمراء سيكون على رأس أولويات رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. الحكومة اللبنانية الجديدة تعقد غدا أول اجتماعاتها برئاسة سعد الحريري. واشنطن تعلق التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا بدءا من السبت. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة في غرينتش، موعد نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أعلنت وزارة الخارجية أن الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي لعام 2019 تعتزم التركيز على عدد من الأولويات الرئيسية، وأوضحت أن مصر وضعت حزمة للأولويات في العديد من المجالات، منها السلم والأمن ودفع الجهود المبذولة لمنع النزاعات والوقاية منها والوساطة في النزاعات وإطلاق منتدى رفيع المستوى، وهو منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة. أشادت فيرا سونغوي السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالتنسيق القائم بين اللجنة ووزارة التخطيط في مصر حيال خطط التنمية. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع فيرا سونغوي بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وقالت سونغوي إن اللجنة تعمل على مساعدة دول القارة الإفريقية على إدماج أجندة 2063 ضمن خططها التنموية على المستوى القومي، مشيدة بما اتخذته مصر من إجراءات في هذا الصدد. من جانبه رحب رئيس مجلس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، مؤكدا التطلع لمزيد من التعاون خلال فترة رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي بما يعود بالنفع والتنمية على شعوب القارة. أصدر رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بشأن تخصيص مساحات من أراضي أملاك الدولة لإقامة وحدات إسكان اجتماعي عليها، كما أصدر قرارات لتخصيص أراض لإقامة مدارس عليها بعدد من المحافظات.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن إلغاء الحكومة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة. وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة الصحة والسكان تجري حاليا كافة استعداداتها لبدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية، على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية. We'll be right back.
أعلن مسؤول أمريكي توقف جميع المساعدات الأمريكية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة اعتبارا من اليوم. من جانبه أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن توقف المساعدات الأمريكية لأجهزة الأمن الفلسطينية جاءت بناء على طلب القيادة الفلسطينية تجنبا للتعرض لدعاوى قضائية بزعم دعم الإرهاب. مع دخول قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونغرس الأمريكي حيز التنفيذ، توقفت المساعدات الأمريكية التي تبلغ أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة للضفة الغربية وقطاع غزة بناء على طلب من السلطة الفلسطينية. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أعلنت وقف جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والذي يعرف اختصارا باسم قانون أتكا، لكنها أشارت إلى أنه لا توجد أي خطوات حالية لإغلاق بعثة الوكالة في الضفة وغزة. وكانت السلطة الفلسطينية قد طلبت وقف التمويل الأمريكي لتخوفها من تعرضها لدعاوى قضائية من قبل أسر ضحايا أمريكيين في هجمات فلسطينية سابقا، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وينص القانون الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن أي حكومة تتلقى تمويلا ستكون خاضعة لقوانين مكافحة الإرهاب الأمريكية. ونفت السلطة الفلسطينية مساعيها لإيجاد سبيل لاستمرار التمويل دون تعرض الحكومة إلى هذا القانون، وأكدت استمرارها في المشاركة في مكافحة الإرهاب بالمنطقة. جزء من هذه المساعدات كانت تهدف إلى دعم أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتقول السلطة الفلسطينية إن هذه الأموال تساهم في تحسين أوضاع الأسر التي فقدت معيلها وتنفي سعيها لتشجيع العنف. ميدانيا أصيب 15 فلسطينيا اليوم بالرصاص الحي خلال مواجهات عقب صلاة الجمعة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية المغير شمال شرقي رام الله وسط الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواطنين أدوا الصلاة في السهل الشرقي للبلدة وانطلقوا بعدها في مسيرة سلمية هجمتها قوات الاحتلال، ما أدى إلى وقوع إصابات. ويواصل أهالي قرية المغير مسيرتهم السلمية احتجاجا على مساعي الاحتلال للاستيلاء على أراضيهم من خلال تحويل أحد معسكرات جيش الاحتلال المقام على أراضي القرية إلى مستوطنة. كما أصيب 35 فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركة المئات في الجمعة 45 لمسيرات العودة والتي تحمل اسم أسرانا ليسوا وحدهم. وأفاد شهود عيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار وقنابل الغاز مستهدفة المشاركين في التظاهرات السلمية على السياج الفاصل شرق خان يونس جنوب القطاع أثناء محاولة الشبان إشعال الإطارات المطاطية شرق البريج. هذا وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعزيزات عسكرية على طول الشريط الحدودي شرق محافظات غزة حيث تتواجد مخيمات العودة. رحبت مصر ودول عربية عدة بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد مشاورات استمرت 9 أشهر، كما رحبت الجامعة العربية بهذه الخطوة. كان رئيس الوزراء سعد الحريري قد أعلن أن الاجتماع الأول للحكومة الجديدة سينعقد صباح غد السبت، مؤكدا أن حكومته أمامها تحديات كثيرة تستوجب التعاون بين جميع أعضائه. في السياق ذاته أشاد الشعب اللبناني بقرار تشكيل الحكومة الجديدة بعد حالة جمود استمرت 9 أشهر، وأعرب اللبنانيون عن أملهم في تكريس الحكومة اللبنانية جهودها لتجاوز الخلافات ومعالجة الأزمات الاقتصادية. نتابع. إن شاء الله تبين حكومة منيحة، مبينة إنه بدنا نحسنه وحسنوا الشعب اللبناني، لأنه الشعب اللبناني ما بوفي رح يطلع رح يموت منا ومن جر وغيرنا، إن كان مسلم ولا مسيحي ولا طليان، مهم يكون لبناني. نحن منا نعيش، منا نأمن حالنا، هالشباب اللي طالع هالجيل اللي طالع منا نعيش، ما بقى في ناس سوينا.
مهمة هذه الحكومة الخروج من الخلافات الضيقة لمواجهة الوضع الاقتصادي المأزوم في لبنان، ومن ثم لاستعادة ثقة الخارج بلبنان، خصوصا وأن هذه الثقة بعد 9 أشهر من السجال الداخلي بدأت تفقد رونقها. لذلك الحكومة هي أفضل ممكن، ليست حكومة طبعا الإنجازات الكبرى التي يتوقعها لبنان، لكن لنقل أنها حكومة الحد من الخسائر التي تواجه لبنان إن في وضعه الاقتصادي الداخلي أو في ضوء الصراعات التي الخارجية التي تلقي بشكلها على الساحة اللبنانية. والوزراء اللي نائب اختارهم برأيي من أحسن الوزارات، فيها شباب فيها ستات، يلي دايما الست بتكون يعني عندها مسؤولية وبتحترم مسؤولياتها. مزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت المستشار رفيق شلالة، المستشار الإعلامي للرئاسة اللبنانية. مرحبا بك، وإلى أي مدى نالت تشكيلة الحكومة الجديدة قبول الأوساط السياسية بوجهة نظرك؟ مساء الخير. بطبيعة الحال في نظام ديمقراطي كالنظام اللبناني كل خطوة أو كل إجراء له من يؤيده وله من يعارضه، لكن اليوم نسبة كبيرة من السياسيين اللبنانيين الفعاليات التقت على يعني الأمل بأن تكون هذه الحكومة حكومة منتجة، حكومة متضامنة، حكومة تستطيع أن يعني تعزز أو تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان وأن تضع حلولا للكثير من القضايا المتراكمة والتي ازداد تراكمها نتيجة الأشهر الثمانية التي حالت يعني في هذا الإطار والقضايا المتراكمة، بوجهة نظرك أي الملفات التي يجب أن تحظى بالأولوية في المعالجة من قبل الحكومة الجديدة؟ غدا ستعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها لتشكيل لجنة لصياغة البيان الوزاري. الرئيس تعون سوف يحدد الأولويات التي يعني هي مطلوب منها معالجتها. أول شيء الاقتصاد الذي كما ذكرت لك يواجه أزمة منذ فترة. ثانيا موضوع النازحين السوريين وتداعيات على الصعيد الداخلي. وثالثا موضوع مكافحة الفساد، لأنه يعني هذه الظاهرة البشعة يعني أساءت كثيرا إلى انتظام العمل في الإدارات الرسمية. وطبعا هناك الملف الرابع المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد والتنبه لما يجري على الحدود من قبل إسرائيل التي تستمر في انتهاكها القرار 1701. هذه هي أبرز النقاط التي يعني تنكب الحكومة الجديدة على معالجتها، بالإضافة إلى معالجة الشؤون اليومية للمواطنين. طيب، وجهة نظرك إلى أي مدى ومع تشكيل هذه الحكومة أعيد التوازن إلى الصبغة السياسية المتنوعة في لبنان؟ تفضل. لا شك أن الحكومة الجديدة متوازنة سياسيا، فهي تضم ممثلين عن مختلف الكتل النيابية الأساسية التي أفرزتها الانتخابات التي جرت في شهر أيار مايو الماضي. هناك يعني كل الأطراف الأساسية، كل الكتل الكبيرة ممثلة بالحكومة الثلاثينية التي ولدت مساء أمس. ولا بشك أن الانسجام داخل مجلس الوزراء أساسي لكي تكون هذه الحكومة فاعلة ومنتجة. إذا كنا سنعود إلى التجاذبات السياسية والمماحكات التي استمرت في الأشهر الماضية والتي عطلت تشكيل الحكومة، نكون أمام واقع غير سليم. لذلك غدا الرئيس تعون سيخاطب الوزراء الجدد وينبههم إلى أهمية التنسيق والتعاون والتضامن لتكون الحكومة منسجمة ومعطاءة، لأن اللبنانيين سئموا التجاذبات السياسية والبلاد أيضا لم تعد تتحمل هذا الترف الذي عشناه طوال الأشهر الثمانية الماضية. نعم، المستشار رفيق شلالة المستشار الإعلامي للرئاسة اللبنانية كنت معنا على الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.
قالت مصادر أمنية إن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدف مناطق استراتيجية في عدة محافظات منها الجوف وصعدة شمالية. أعلنت عن مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه في غارتين للتحالف العربي. من جانبها طالبت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتعزيز الضغوط على المتمردين الحوثيين من أجل ترسيخ اتفاق الهدنة في اليمن. تتواصل المعارك العنيفة في أنحاء اليمن، حيث استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن مناطق استراتيجية في محافظتي الجوف وصعدة، المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد معارك عنيفة معهم. وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن قوات لواء 82 مشاة سيطرت بالكامل على سلسلة جبال القهر الاستراتيجية وعدد من القرى التي شهدت عمليات نزوح كبيرة نتيجة قصف الميليشيا. مصادر يمنية أوضحت أن قوات الجيش الوطني مدعومة بطيران التحالف تمكنت من تحرير تبة الشهيد وجبل عنبرة وعدد من المواقع غرب محافظة الجوف شمال اليمن، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لقوات الجيش الوطني وانهيار كبير في صفوف الميليشيات الحوثية التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح. وأعلنت مصادر أمنية أن قياديا حوثيا وعددا من مرافقيه لقوا مصرعهم في غارتين للتحالف العربي على محافظة حجة شمال غرب اليمن. وأضافت أن طائرات التحالف دمرت مواقع للميليشيات في تبة الحديتين التابعة لمديرية قشر المحاصرة من قبل الميليشيات منذ عدة أيام. يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتعزيز الضغوط على المتمردين الحوثيين من أجل ترسيخ اتفاق الهدنة في اليمن. وفي رسالة إلى مجلس الأمن اتهمت الحكومات الثلاث الحوثيين بانتهاك وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة 970 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر الماضي. مزيدي من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف الدكتور فارس البل المحلل السياسي اليمني. مرحبا بك، وهل يمكن أن تلقى مطالب الدول العربية لمجلس الأمن صدى في الضغط على المتمردين الحوثيين الذين يعني فيما يبدو أنهم قد خرقوا اتفاق السويد؟ مساء الخير. هو واضح أن الأمور تجري على هذا المنوال، بمعنى أننا أمام مشهد واضح المعالم، ميليشيا متمردة تماما على كل الأعراف والاتفاقيات بموازاة مجتمع دولي والأمم المتحدة تحديدا في حالة من الحياد السلبي إذا هذا الموضوع ولا تمارس دورها مقابل الحكومة الشرعية التي تقبل بكل المبادرات وترضخ لكل سميها الضغوط أيضا. ولكن هذه العملية وهذا المشهد لا ينتج سلما لليمنيين ولا ينتج حل، لا ينتج حلا حقيقيا. ميليشيا الحوثي مستمرة في تعنتها، مستمرة في مواصلة رفضها لكل المبادرات، وإن أعلنت هنا أو هناك أنها تقبل لكنها سرعان ما تكذب أقوالها على الأرض. هذه هي الإشكالية الرئيسية في تصوري. لكن يبدو أن المجتمع الدولي وهو الذي أخطأ منذ البداية في أن جعل الميليشيا الحوثي ندية مقابل الحكومة الشرعية وصور المشكلة اليمنية على أنها صراع بين الطرفين وهذا اختزال مخل، هو الذي منح ميليشيا الحوثي هذه المساحة للتعنت. وكلما لا يضغط المجتمع الدولي كلما زادت عملية تعنت هذه الميليشيا وخروقاتها، كلما منح المجتمع الدولي فرصة للميليشيا أكثر وأعطاها نوعا من التراخي كلما زادت من تعنتها وزادت من خروقاتها. وفي الحقيقة هي لا تخشر شيئا على الأرض لأنها ليس لديها قيم ولا تتحمل أي مسؤولية إذا أي حالة إنسانية أو إذا اليمنيين مطلقا، إنما هي مستمرة في عملها التدميري في عملها الممنهج. هي ذراع إيران في اليمن وفي المنطقة أيضا، وبالتالي ليست مسؤولة عن شيء. مستمرة في مشروعها التدميري، مستمرة في إنهاك اليمنيين، والمجتمع الدولي للأسف يتفرج
ويمنحها مزيدا من الفرصة، يمنحها مزيدا من الضوء بهذا التخاذل على الأقل أو بهذا الحياد السلبي بشكل واضح. نعم، السيد فارس البل المحلل السياسي الياباني، شكرا جزيلا لك. إلى الشأن السوري، حيث حاصرت قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة آخر قريتين يسيطر عليهما تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور بالقرب من الحدود العراقية. مصادر سورية قالت إن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجانبين أسفرت عن مقتل العشرات من الجانبين وفرار آلاف المدنيين. يواصل المقاتلون الأكراد السوريون محاربة عناصر تنظيم داعش في جيبهم الأخير شرقي سوريا. وحدات حماية الشعب التي تشكل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة قالت إن اشتباكات عنيفة وقعت في دير الزور مع عناصر التنظيم تسببت في سقوط ضحايا من الجانبين. وحاليا نحن على حدود الباقوز، وإن شاء الله خلال هالفترة هاي راح نحررها كامل من داعش، والحمد لله احنا همتنا كويسة ومعنوياتنا الحمد لله حيل جيدة، وإن شاء الله ما نرجع لأهالينا إلا نحررها كامل من القوات الإرهابية. في غضون ذلك تحاول الولايات المتحدة التوسط في تفاهم بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة التركية التي تعتبر هذه القوات تهديدا أمنيا لها، الأمر الذي رفضته قوات سوريا الديمقراطية واعتبرت الخطة التركية الرامية إلى خلق ما وصفته أنقرة بمنطقة آمنة داخل سوريا ليست أكثر من مجرد مستعمرة تركية. يعني بالطبع المنطقة يجب أن تكون تحت سيطرة قواتنا المحلية ويجب أن تكون محمية من قبلها. بالطبع نقبل أيضا إن كان هناك حلا وسطيا، نقبل بأن تتواجد فيها على الحدود مراقبين دوليين يتم تعيينهم أو اختيارهم من قبل الأمم المتحدة بشكل رسمي. الجانب الكردي حذر أيضا من أنه بالرغم من فقدان داعش كل أراضيه تقريبا في سوريا، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة والتي قد تنشط بعد الانسحاب الأمريكي المزمع من شمالي سوريا. أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيدريكا موغيريني اليوم أن الاتحاد سيعقد مؤتمر بروكسل الثالث حول مستقبل سوريا في الفترة ما بين 12 إلى 14 من مارس المقبل في العاصمة البلجيكية. وقالت موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي إنها تبادلت الآراء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون حول كيفية الاستفادة من هذا المؤتمر على صعيد المساعدات الإنسانية ودعم التحول السياسي في سوريا ودور الأمم المتحدة في هذا الاتجاه. غمرت مياه الأمطار الغزيرة مخيم السالمية بالعراق وجعلت ظروف المعيشة أسوأ للنازحين الذين يعيشون هناك، ويقول السكان إن الطقس دمر متعلقاتهم وممتلكاتهم وتضررت حوالي 100 خيمة بسبب الطقس. جاءوا إلى هنا لتجنب المعارك، إلا أن أحوال الطقس لم تدعهم وشأنهم. أمطار غزيرة ومياه راكدة جراء دورات مياه مشتركة تضرب مخيم السلمية بالعراق. مياه الأمطار الغزيرة غمرت المخيم وجعلت ظروف المعيشة أسوأ للنازحين الذين يعيشون هناك، ويقول السكان إن الطقس دمر متعلقاتهم وممتلكاتهم. فصاروا يعني صار مطر وفيضانات صار وتبهدل العالم، المواد ماله كله صار ماي وتلف، الصوبات عندنا كله راح صار ماي كله تلف، الصوبات مالنا يعني ما ظل شيء عندنا كله تلف. تم إخلاء بعض العائلات من الخيام المتضررة إلى مدرسة، كما تم تخصيص خيام جديدة. وتقول سكيتين كروزيت مديرة مخيمات نمرود والسلمية إن لديهم فريقا يعمل على مدار الساعة لمساعدة السكان. لدينا فريق موجود هنا يعمل خلال 24 ساعة على مدار الأسبوع، سيقوم بعمل تقييم وينقل العائلات على الفور ويوفر لهم مراتب وبطانيات وسخانات حتى يتمكنوا من قضاء الليل دون أن يتعرضوا للأذى.
إذا لم يكن لدينا ما يكفي سنطلب من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. المنظمة الدولية للهجرة تقول إنه يعيش أكثر من 500,000 شخص في المخيمات من بين 1,800,000 لا يزالون مشردين نتيجة للأزمة الناجمة عن وجود تنظيم داعش. في محاولة لكسب دعمهما تعهد رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو لروسيا والصين بسداد بلاده كل ما يخص التزاماتها أمام دائنيها وحاملي سنداتها، مؤكدا في الوقت ذاته قدرته على إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية الراهنة. من جانبها أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن الاتحاد سيشكل مجموعة اتصال دولية للمساعدة في إجراء انتخابات رئاسية جديدة في فنزويلا، وأشارت إلى أن العديد من الدول الأعضاء ستتخذ خطوة الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا. قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم إن بلاده ستعلق غدا السبت التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى المبرمة في عام 1987 مع روسيا. وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة ستنسحب من المعاهدة رسميا في غضون 6 أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة. وقال إن واشنطن ستخطر روسيا وأطراف المعاهدة الأخرى رسميا بأن الولايات المتحدة ستنسحب منها على أن يسري ذلك في غضون 6 أشهر. من جانبها أعربت روسيا عن أسفها لقرار واشنطن. نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الملف الاقتصادي. ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سد جنوب شرق البرازيل إلى 110 من القتلى. الملف الاقتصادي في نشرتنا لهذه الساعة مع زميل الأمير داود، ولكن بعد الفاصل التالي كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. وزير المالية يعلن توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل خلال العام الجاري. أكد وزير المالية محمد معيط خلال رئاسته للاجتماع الأول للهيئات الثلاث الجديدة للتأمين الصحي توفير التمويل اللازم لبدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، وهو الأمر الذي سوف يترتب عليه إحداث طفرة في الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين وتوحيد المنظومة الصحية في مصر. وأضاف وزير المالية إلى أن النظام الجديد يحقق التكافل الاجتماعي، حيث تتحمل خزانة الدولة التكلفة عن غير القادرين، مشيرا إلى بدء عمل الهيئة العامة للتأمين الصحي كهيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة وتخضع لإشراف رئيس الوزراء.
انعقدت الدورة الأولى للجنة الوزارية المشتركة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن الجانب المصري، والسيد رومن يوريزونوف وزير الزراعة والأغذية والغابات عن الجانب البلغاري، وذلك بالعاصمة البلغارية صوفيا. أوضحت نصر أن انعقاد اللجنة جاء ليدعم الضخم الذي تشهده العلاقات المصرية البلغارية على مدى الأشهر الماضية، كما دعت الوزيرة بلغاريا إلى زيادة استثماراتها في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتشكيل مجلس استثماري مصري بلغاري لتطوير العلاقات الاستثمارية. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار مع وزير النقل هشام عرفات الموقف التنفيذي لمشروع توريد 1300 عربة ركاب، ووفقا للعقد الموقع بين وزارة النقل وشركة ترانسماش الروسية المجرية، يقوم مصنع 200 الحربي التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتصنيع المكون المحلي للعربات بنسبة تصل إلى 40%. وتم التأكيد خلال اللقاء أن الهدف الرئيسي للإنتاج الحربي هو الانتقال من التجميع إلى التصنيع وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات التصنيع المختلفة بالشركات التابعة وبالتعاون مع كبرى الشركات العالمية. شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الندوة التي تعقدها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمقر القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية. من جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بأن الوزارة نفذت مجموعة من الإجراءات طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، فقد تم زيادة قدرات محطات المشروعات لتصل إلى 3636 ميجاوات خلال 8.5 أشهر، مما جعله إنجاز غير مسبوق. كما تم توقيع اتفاقية إنشاء 3 محطات عملاقة وفقا لأعلى مستويات الكفاءة العالمية بإجمالي استثمارات تصل إلى 6 مليارات يورو. تراجع المعروض من النفط في أوبك في يناير بأكبر قدر في عامين مع تخطي السعودية أكبر مصدر في العالم لحصتها في اتفاق خفض الإنتاج، بينما شهدت إيران وليبيا وفنزويلا انخفاضات غير طوعية. وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوا ضخت نحو 30,980,000 برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض يصل إلى 890,000 برميل يوميا عن شهر ديسمبر، وفي أكبر تراجع عن الشهر السابق منذ يناير 2017. شهدت الأسواق العالمية اليوم الجمعة ارتفاعا عقب انتهاء محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين امتدت ليومين في واشنطن، مع وجود توقعات بعقد اجتماع ثاني بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ. ووافقت الصين على خلال المحادثات على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية وتوسيع التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية وزيادة الواردات من المنتجات الزراعية الأمريكية ومنتجات الطاقة والسلع الصناعية. من جهته أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقدما كبيرا تحقق في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين اللتان تحاولان التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بينهما. يجري مساعد وزير الخزانة الأمريكي محادثات في تركيا بشأن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا. كان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا أن واشنطن تراقب التجارة بين تركيا وفنزويلا وستتخذ إجراء إذا وجدت أن أي عقوبات قد خرقت. وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات جديدة تهدف إلى عرقلة مبيعات الذهب من فنزويلا التي صدرت أكثر من 20 طنا من المعدن النفيس إلى تركيا في عام 2018. ختام نشرتنا الاقتصادية وعودة من جديد للزميل أشرف عبد العاطي واستكمال البانوراما، ولكن بعد فاصل قصير.
شكرا لك أمير. وبالعودة إلى أخبارنا، قال نائب العام الإسرائيلي اليوم إنه لا يستبعد توجيه اتهام في 3 قضايا فساد متهم فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل الانتخابات العامة المقررة في 9 أبريل القادم. وأوضح النائب العام الإسرائيلي أنه أبلغ محامي نتنياهو بهذا الأمر كأن رئيس الوزراء لكن رئيس الوزراء قد نفى ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضايا المرفوعة ضده بأنها محاولات للنيل منه قبل إجراء الانتخابات التشريعية. ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار سد في جنوب شرق البرازيل إلى 110 من القتلى، بينما لا يزال 238 شخصا في عداد المفقودين. وقال رجال إنقاذ يعملون في موقع انهيار السد إنه تم التعرف حتى الآن على هوية 57 شخصا تم انتشال جثثهم بعد تدفق الأوحال جراء انهيار سد حجز المخلفات التابع لإحدى شركات تعدين الحديد في 25 من يناير الماضي. يواصل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب توافده على مركز مصر للمعارض لليوم العاشر على التوالي ليشهدوا فعاليات الدورة الذهبية للمعرض. معرض القاهرة الدولي هذا العام شهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والندوات وضم 900,000 كتاب. 50 عاما من الثقافة، 50 عاما على إطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ إطلاق أولى فعالياته في عام 1969، ليكون ثاني أكبر وأقدم معرض منتظم على مستوى العالم بعد معرض فرانكفورت. معرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر المعارض على مستوى العالم من حيث عدد رواده. إقبال كثيف من الأسر المصرية والشباب على المعرض في يومه العاشر ليسجل 1,460,000 زائر. طوابير زحمة، زحمة كتير، فدي حاجة جميلة. كل الأعمار، أطفال وشباب وناس كبيرة في السن، بصراحة حاجة جميلة. محدش متوقع إن يبقى فيه زحمة بالحجم ده، إن الشباب قد كده مثقف. على مستوى المكان أنظف، تنظيمه أفضل، باين يعني إن في تعب في تنظيم المعرض السنة دي. لازم طبعا كل سنة نيجي ونشوف المعرض الجديد ونشتري الروايات الجديدة وكده. طبعا المختلف السنة دي هو المكان أوسع. الروايات والحاجات اللي احنا بنحبها كشباب موجودة كتير، أسعار كويسة مناسبة، يعني مش غالية أوفر زي ما الناس قالت يعني. الحمد لله طبعا الزبون عارف هو ايه اللي جاي. الحمد لله على النت كل عنوان جديد بيجي يسأل عنوان موجود الحمد لله، وعندنا تشكيل برضه كتب جديده، فالحمد لله الزبون بيجي يلاقي اللي هو عايزه. العديد من الندوات والفعاليات الثقافية والفنية يشهدها معرض الكتاب ليكون معرضا متكاملا من جميع الجوانب الثقافية. المعرفة ليست كتاب فقط، ولكن المعرفة تتمثل في الكتاب، في اللوحة، في قطعة الموسيقى، في المشهد المسرحي أو المشهد السينمائي. كل هذه معارف إنسانية لابد أن تتكامل لتقدم لنا الإنسان المثقف والإنسان المثقف أيضا. ولم تنسى الهيئة المصرية العامة للكتاب متحدي الإعاقة، فتم تخصيص خصم لهم على كل إصدارات المعرض يصل إلى 50%. عاملين عرض 50% لكل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكتاب هدية لكل اللي هيزورنا من ذوي الاحتياجات الخاصة إن شاء الله. وأظن المعرض كله عامل نفس الموضوع، يعني كل أصحابنا الناشرين عاملين نفس الأمر كده، عاملين 50% وعاملين أو 40. نسخة هذا العام حققت زخما ثقافيا متنوعا ليلبي احتياجات كل رواده. أحمد سعد الدين، النيل. ما هو قادم الملف الرياضي في نشرتنا لهذه الساعة مع رغدة أبو ليلى بعد الفاصل التالي، كونوا معنا.